حدثنا محمد اخبرنا وكيع عن شعبه عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه نحر جازورا او بقره زاد معاذ عن شعبه عن محارب سمع جابر بن عبد الله اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم او درهمين فلما قدم صرارا امر ببقره فذبحت فاكلوا منها فلما قدم المدينه امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير